السلام عليكم أعزائي متابعين قناة ربحك. عندنا لأول مرة تشوفونا يا ريت تدعمونا بالاشتراك في القناة وتفعلوا زر الجرس ليصلكم كل جديد. ناس كتير يا شباب بتسألني يعني أنا بعد ما أشتغل الشغل على الإنترنت إزاي هستلم فلوسي، وناس كتير بتقولي أنا مجمع على البير فلوس، مجمع على البي بال ومش عارف إن أنا أستلم فلوسي. انا يا شباب النهارده جبت لكم موقع يعني من افضل المواقع اللي انا يعني اشتغلت عليها، والموقع حصل فيه تحديثات جديده وهشرحها لكم بالوضع الجديد يا شباب. والموقع ممتاز جدا، والموقع ده من مجموعه ارباحي اونلاين، من مجموعه متكامله مواقع وربح وكذا حاجه في المجموعه ديت. النهارده معانا موقع عرب اكستشينج، افضل موقع تحويل عملات يا شباب من البنوك، وبيدعم كمان عندكم في دافون كاش للمصريين، وبيدعم اتصالات فلوس يعني بالنسبة للمصريين مش هيبقى ايه ليهم اي مشاكل، وبيدعم بيبال كمان اهو، وعندكم بريفكت ماني. كل دي تقدر تستلم عليها، والموقع كل مدى بينزل بنوك جديدة، كل مدى في بنوك جديدة بتنزل، يعني تابعوا الموقع. واللي مش هيلاقي البنك بتاعه دلوقتي ممكن يتواصل مع الدعم ويكلمه، ولو في اي مشكلة قابلتك الدعم شغال على طول، بتخش هنا بتقدر تتواصل معاهم على النت، على الماسنجر، فيسبوك، على طول بيكلمك الدعم شغال 24 ساعة. تمام، الموقع اللي معانا دوت يعني عندكم كل المحافظ اهي اللي بيدعمها، بيدعم باير دولار وروبل ويورو وليت كوين وبرفكت ماني، روبل ودولار ولا يورو ودولار وداش، والعملات الرقمية كلها شباب زي ما انتم شايفين، وفودافون كاش. يعني موقع ممتاز جدا، الكل يعني مش هيستغنى على الموقع دوت لو اتعامل معاه. تمام، طريقة تسجيل في الموقع يا شباب بنيجي من هنا، الاسم هنا هتحط البريد الالكتروني والباسورد ودعاية الباسورد وتحل الكباتشا وتعلم على الشروط وتعمل تسجيل كده بقى لك حساب في الموقع. هنيجي للدخول يا شباب من هنا لودينج، بتحط البريد الالكتروني والباسورد وبنحل الكباتشا وبنعمل تسجيل دخول بعد حل الكباتشا يا شباب. وبعد كده بنعمل تسجيل دخول. بصوا يا شباب انا لسه عامل معاملة على الموقع دوت، المعاملة عملتها ب50 دولار زي ما انتم شايفين من الباير لفودافون كاش، ووصلت ما كملتش 5 دقايق او 10 دقايق كبرها قوي. تمام يا شباب، كنت بجرب الاول وبعد كده رحت جاي عامل معاملة، وصلت لي ما فيش 5 دقايق. ولو دخلت على الايميل بتلاقي هنا بتوصلك رسالة بالمعاملات بتاعتك اهو، عرب اكستشينج اهو، تم تأكيد الطلب اهو، 750 وصلوا على شباب على المحفظة على فودافون كاش. تمام يا شباب، ده شكل الموقع من الداخل. اول ما بتخش على الموقع على طول بتخش على الاعدادات، الاول الاعدادات الامان هنا، الاول حاجة بتخش على التحقيق. بص يا شباب، بتخش على كلمة تحقيق من هنا الأول، وبتبعت لهم رسالة بتحقق بيها البريد الإلكتروني، بيبعت لك رسالة على البريد الإلكتروني، بترسل رسالة بعد كده غير مؤكد، هنا بيقول لي غير مؤكد. لو هتعمل إرسال رسالة بتروح على البريد الإلكتروني بيرسلك الرسالة وبتأكد البريد الإلكتروني، دي أول حاجة. بعد كده هنا بترفع وثيقة البطاقة عشان دي تعامل فلوس طبعا، عشان تؤكدوا انك انت الانسان بتتعامل معاهم، وهنا رقم المستند، وهنا معلومات اضافية لو انت عايز تضيف معلومات اضافية، وبعد كده بتعمل اختيار وبترسل لهم الحاجات المطلوبة منك. تمام، دي معلومات ايه الامان. بعد كده عندك الملف الشخصي، بتخش على الملف الشخصي يا شباب وبتعينوا الحاجات المطلوبة منكم، هنا هتلاقيها كلها حاجات ايه بسيطة، يعني هنا بيقول لك الاسم، الاسم، الاب، البلد، المدينة، الرمز البريدي، العنوان، رقم التليفون، تاريخ الميلاد، وبتعمل حفظ الحاجات دي كلها يا شباب عشان مفيش حد يقدر ان هو ايه يعني لما تيجي في اي مشكلة تقابلك يقدر يحلها لك، ويبقى في ايه تعامل مع شخص
مؤكد عندهم وموجود بالوثائق. تمام يا شباب، عندك من هنا الإحالات، لو أنت عندك قناة وعايز تعمل الموقع برضو وتقدر تجيب إحالات، بيديك 1% للإحالات. تمام، رابط الإحالة أهو. في عندنا إيه تاني؟ التبادل بتاع المعاملات اللي أنت عملتها على الموقع زي اللي أنا وريتها لكم من شوية، اللي هي المعاملة دي يا شباب. بعد كده الترجمة، المراجعة، ارسل المراجعة. وهنا لو عايز تكلم تذكرة دعم بحاجة، بتخش من هنا بتفكرهم او بترسل لهم وبيردوا عليك على طول، او ممكن عن طريق الماسنجر من تحت. النظام الخاص بيك، الاعدادات، بعد كده الحاجات كلها ايه، انهاء الحساب، حساب مغلق. كده كل حاجة هنا يعتبر شرحناها يا شباب. كده بعد كده دي لوحة القيادة بتاعتك اللي هي فيها كل البيانات بتاعتك. بعد كده يا شباب هنيجي بقى ايه على التحويل. كنت دخلت الحساب وخلصته وعايز تعمل عملية تحويل، بنخش من هنا يا شباب، بتخش هنا مثلا تختار المحفظة اللي عندك اللي فيها الفلوس. ماشي، بتيجي من هنا لو كان مثلا يعني بير، هنيجي كده بنختار البير. بعد كده بنيجي من هنا بنختار مثلا او فودافون كاش او اي حاجه احنا عايزين نحول عليها من البنوك الموجوده قدامنا، بنعمل كده. بيقول لك ال1 دولار بيساوي 15 جنيه. تمام، حسب الكميه بقى اللي انت عايز تعملها تحولها. بعد كده بندوس اكسشينج، بيحولنا يا شباب. بيقول لك اقل حاجه 5 دولار، ما ينفعش اقل حاجه غير 5 دولار يا شباب. تمام، هنحط 5 دولار ب75 جنيه، وبعد كده بنعمل تأكيد الطلب. بعد كده بيحولنا يا شباب على الخانة اللي قدامنا ديت، بيقول لك انت عايز 5 دولار، هنديهم لك ب75 جنيه. وهنا بيقول لك الاحتياطي بتاعهم 30,000 جنيه موجودة. تمام، هنا بتحط الايميل بتاعك، وهنا بتحط رقم فودافون اللي انت هتحول عن طريقه. تمام، بعد كده بتيجي هنا تحل الكباتشة دي وبتعلم على الشروط وبتعمل اكسشينج، بيحولك على طول على ايه، تأكيد الطلب. بيقول لك تأكيد الطلب او الغاء، بتدوس تأكيد الطلب. بعد ما بتدوس تأكيد الطلب بي ايه، بيحولك على المحفظة اللي انت هتحول عليها، يحولك على محفظة البير على طول. بتبعت المبلغ على طول اللي انت هتبعته لهم اللي انت عايز تحوله، مفيش 10 دقايق، كبرها او ربع ساعة بتلاقي الرصيد وصل لك على المحفظة اللي انت عايز عليها الفلوس، اذا كانت فودافون كاش او اي محفظة من المحافظ الموجودة في الاستلام. بس يا شباب دي كده كان الشرح بتاع النهاردة. وهنا عندك اي مشكلة او اي حاجة تقابلك، هتكلم الدعم هيرد عليك على طول، ناس محترمة جدا، ومفيش اي مشكلة هتقابلك في الموقع. كل الموقع سهل جدا، والناس اللي قايمين عليه يعني ناس يعني بصراحة مفيش احسن من كده. وبكده يا شباب اكون انتهيت من الشرح، واي استفسار سولت عليك اسفل الفيديو. والسلام عليكم ورحمة الله، في فيديو آخر إن شاء الله. سلام يا شباب.